نروح لمعسكر النادي الاهلي وقول لنا القايمه وماذا في جعبه موسيماني لمواجهه الكابتن عماد النحاس. طبعا في البدايه يمكن موسيماني كان عمل حوار مع رابطه الصحف في جنوب افريقيا وكان لينا يعني ردود افعال كبيره جدا في جنوب افريقيا. راجل اتكلم عن قيمه التواجد داخل النادي الاهلي، نتكلم على ان في اكتر من 70 مليون بيشجعوا النادي الاهلي، وان الحياه في مصر صعبه بسبب صعوبه التنقل، وان في جنون في كره القدم، وان الناس مجنونه بالنادي الاهلي فما بيعرفش يمشي في الشارع. هو بيقول كمان الاولمبياد ونهائي بطوله افريقيا كان في ازمه ولكن اتحلت. قال مباراه كايزر تشيفز مباراه صعبه واحنا علينا ان احنا نشتغل عليها. هو بيثق في مجلس اداره النادي الاهلي ودعمه ليه ومبسوط بمسانده جماهير النادي الاهلي. يعني سريعا كده حوار كان مميز بصراحه الموسيماني، وضح فيها العديد من النقاط في كل الملفات. استعدادات النادي الاهلي طبعا لمباراه مهمه خلال الساعات القادمه، مباراه المقاولين العرب، والنادي الاهلي بيستعد بشكل كبير. يمكن الكابتن محمود الخطيب كان موجود في مران الامس او اول امس بقى بالتحديد، يعني في مران الثلاثاء، وده كان هدفه دعم اللعيبه طبعا قبل اللقاء، وكان اجتمع مع محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي، ودي حاجه محترمه جدا جدا. في مران الاربعاء موسيماني يختار 21 لاعب لمباراه المقاولين العرب. خلينا نوضح مباراه المقاولين العرب، دي مباراه مؤجله من الاسبوع السادس والعشرين في الدوري العام الساعة 9 ان شاء الله مساء الخميس على ملعب بيترو سبورت. الاهلي في المرتبة الثانية في جدول الدوري العام برصيد 45 نقطة، وطبعا ده بفارق حوالي 16 نقطة عن المتصدر مؤقتا نادي الزمالك، وطبعا في 6 ماتشات مؤجلين للنادي الاهلي. والمقاولين في المركز ال 14 برصيد 29 نقطة. القايمة اللي اختارها موسيماني 21 لاعب، في حراسة المرمى محمد الشناوي، مصطفى شوبير، وحمزة علاء، وهنا بيتم استبعاد علي لطفي بسبب الإصابة زي ما الكل يعلم، وأصيب في مران أول أمس بشد في العضلة الضامة، والدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أكد لينا أنه خلال 5 أيام يقدر يدخل في التدريبات الجماعية مفيش أي مشكلة. وإن كان خلينا نقول موسيماني كان ينوي الاعتماد عليه في لقاء المقاولين العرب بشكل كامل، ولكن يعني قدر الله وما شاء فعل. ففي حراسة المرمى في القايمة موجود الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، في الدفاع موجود محمود وحيد، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، وبدر بنون، علي معلول، ويعود محمد هاني. في الوسط اكرم توفيق، كهربا، حمدي فتحي، ديانج، حسين الشحات، افشا، وطاهر محمد طاهر. في الهجوم محمد شريف، صلاح محسن، والتر بواليا، وجونيور اجاي. وبالتالي بيتم استبعاد عمرو السوليه، وهنا فكر استبعاد عمرو السوليه بحرصا على اراحته وما يكونش فيه ارهاق للاعب، فده بالاتفاق ما بين موسيماني وما بين اللاعب. طبعا بالاضافه لغياب وليد سليمان وعلي لطفي زي ما انا قلت للاصابه، وكذلك غياب كريم نزل ومحمد محمود لعدم الجاهزيه الفنيه. كمان مستبعد احمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ومروان محسن وسعد سمير وناصر ماهر، دول عناصر مستبعده لوجهه نظر فنيه. يعني شفنا النهارده بواليا داخل القايمه لكن مروان محسن خارج القايمه، وده عكس المباراه الماضيه. المباراه مش سهله خالص على النادي الاهلي، وزي ما كل يعلم برضه ان النادي الاهلي مركز في كل مبارياته، ولكن موسيماني حتى اتكلم مع اللعيبه النهارده في المران ان كل مباراه في منتهى الصعوبه، والنادي الاهلي عليه ان هو يصدر الضغوط للمنافسين بفوزه بكل مباراه. قال كمان انه بيثق في ان المباراه تعدي وما يخشش مرماه اي هدف، ويكون زياده الجرعات او فعاليه التهديف تكون مباراه عن مباراه بتزيد، وان اللعيبه تستغل الفرص بشكل كبير، ودي حاجه محترمه. يعني يمكن موسيماني بيحاول يزرعها مع لعيب الفريق بشكل كامل. ربما يكون في تغيير في بعض العناصر، كهربا ممكن يكون في البدايه موجود، ربما يكون بديلا وياخد وقت اكتر. موسيماني بيحاول يعمل روتيشن زي ما احنا قلنا علشان يكون في ارهاق على اللعيبه طبعا قبل النهائي، نهائي دوري ابطال افريقيا يوم 17. واللي خلينا نتكلم برضو عليه ان النادي الاهلي قرر اليوم اختيار الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي يكون رئيسا لبعثه الفريق في المغرب باذن الله نهائي دوري ابطال افريقيا يوم 17 امام كايزر تشيفز بالمغرب. كده الكابتن محمود الخطيب وش السعد بقي رئيس بعثه، بس خلي بالك يا ابو حميد في حاجه قبل ما تسيبني، اهم حاجه اهم حاجه وده احنا النهارده في تحيا مصر اهتمينا بيها جدا، تصريح موسيماني ترند. يعني قال لك مشجعوا النادي الاهلي في مصر يتجاوزون، لا ماشي هم اولا 80 مش 70، ولكن خلينا بنقول هو قال يتجاوز، هو في خلاف، يعني هم ممكن يكونوا 79 ونص
فوز، هو 1070 الراجل، لان هو راجل من الباقين. مش مهم العدد، هو قال ايه؟ قال لك عدد سكان جنوب افريقيا مشجعي الاهلي يتجاوزون عدد سكان جنوب افريقيا. هو ده القوه في الموضوع. سيبك من العدد، نختلف، انت تقول 90، انا اقول لك 80، حد تاني يقول 100، عادي، كل واحد بيقول اي ارقام، مفيش احصائيات يعني. بس ارقام اقرب للحقيقه. اي ماشي، بقى اقرب للحقيقه، بس كل واحد يقول على مزاجه يعني. ماشي، بس هو قوه التصريح في ايه؟ انهم ايا كان اكبر من دوله زي جنوب افريقيا، واحده من اكبر دول القاره، واخد بالك؟ فكون انه يقول ده، دي جرأه. النهارده كانت محض انظار السوشيال ميديا، ده قصدي يعني. اعتقد تصريح مهم جدا 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 يعني. انا قبل ما اختم معاك بس اقول لك بعض الاخبار السريعه. سريعا كده، يمكن عبد الله السعيد زي ما كل الناس تعلم، النادي الاهلي واخد حكم عليه ب 2 مليون دولار. هو عبد الله السعيد بيحاول يوكل محامين علشان يعمل استئناف في المحكمه الرياضيه الدوليه، والكل يعلم ايضا ان محامي يعني عبد الله السعيد طبعا كان في موقف محرج بعد الحكم اللي خده النادي الاهلي، هو المحامي الاستاذ اشرف عبد العزيز، وهو نفس الوقت محامي كهرباء، ولذلك فضل يعني الاعتذار عن ملف عبد الله السعيد، علشان كده عبد الله السعيد بيكلف محامي اخر للجوء للمحكمه الدوليه، محاوله اخيره يعني لتخفيف الحكم يعني. هو استهلاك وقت، لان زي ما قلنا احنا الوحيدين في مصر اللي انفردنا، وقلنا عبد الله هيدفع غصب عنه، اهو عنوان اهو، يعني انا بقول لك اهو، عبد الناصر زيدان لعبد الله السعيد هتدفع فلوس الاهلي غصب عنك. ليه؟ لانك انت في ورقه، ودي اللي حاول يضلل بيها البعض ما قالهاش، في ورقه ماضيها في السعوديه ارسلت للفيزا بانه لما جاء بيراميدز قال على مسؤوليتي الشخصيه ومتحمل تبعيه اي اجراءات تتخذ من النادي الاهلي. وكمان الاهلي ينتظر 40 مليون جنيه في موضوع رمضان صبحي، اكدنا على ده والناس كدبتنا، النهارده الاهلي بيؤكد ذلك من هيدرسفيلد، لسه في 40 مليون جنيه للنادي الاهلي. وخليني برضه عشان ناس كتير بتدفع على موضوع كريم فؤاد، يا جماعه صفقه كريم فؤاد انتهت تماما ما بين النادي الاهلي والاعلان بعد البطوله الافريقيه، ووضحنا كل التفاصيل الماديه، لكن الاهلي بيختار الميعاد الانسب للاعلان عن الصفقه. هو طويل قال انه تم الاتفاق على كل الامور الخاصه بالتعاقد. وطويل قال انه مكالمته مع الكابتن المحمود الخطيب ارجاء الامر الى ما بعد الامور الافريقيه، بعد الامم الافريقيه، بعد البطوله الافريقيه، بعد البطوله الافريقيه. شكرا جزيلا يا ابو حميد. اخيرا كان في اجتماع مجلس اداره في النادي الاهلي لسه منتهي من ساعات، زي ما انا بقول الاهلي وافق بس على يعني راس المال الخاص بالشركات الثلاثه المملوكه للنادي وحصص المساهمه فيها، وابتدى ياخد الاجراءات القانونيه الخاصه في هذه الشركات مع هيئه الاستثمار. كمان المجلس قرر اعتماد تشكيل الاجهزه الفنيه لفرق النشاط الرياضي وتكليف الكابتن رؤوف عبد القادر مدير عام النشاط الرياضي بتقديم كل سبل الدعم والمسانده لابناء النادي الاهلي المشاركين في دوره الالعاب الاولمبيه بطوكيو. كمان اعتماد نظم السداد الخاصه بطلبات الاشتراك في الاعضاء في كل الفروع. كمان زي ما انا قلت، واختيار الكابتن محمود الخطيب رئيسا لبعثه النادي الاهلي في المغرب باذن الله، ان شاء الله النادي الاهلي يتوج بهذه البطوله وتبقى العشرة الاهلي ان شاء الله. طيب، وخلينا قبل ما نقفل معاك نوجه رساله للمحترم حسين بيزين صديقنا العزيز رئيس الهيئه الوطنيه للاعلام. يا حسين بيه، غدا او بعد ساعات، خلاص بقينا النهارده، مباراه الاهلي والمقاولون. تصوير مباراه الاهلي وسموحه كان فضيحه. تصوير مباراة الاهلي وسموحة كان فضيحة. تصوير المصري والاتحاد كان سيء. ناهيك عن باقي المباريات، كارثة. ونحن نسر ولا كاننا بنتفرج على دور والله. لا، خلينا بس عشان ما حدش يفهمنا غلط. نحن نثق في مخرجينا وفي تلفزيوننا وفي مبنى مسبيرو، ولكن ارجوك، شكلنا وحش. عشان انا لا اهاجم مسبيرو ولا زمايلنا، ولكن شكلنا وحش. عشان كده كلامي لحسين بيزين، ارجوك، عايزين مباراه الاهلي والمقاولون العرب بعد ساعات، تبقى عربون محبه وتصالح، ان احنا عندنا امكانيات تليق بمصر. هذا التصوير عيب وعار ولا يليق بمصر كدوله، دعك من الدوري المصري.
وانا عارف ان حسين بيزير راجل وطني وراجل محترم وتربط ما بيه علاقة محترمة، والاخوة في التلفزيون المصري افاضل، رسائل كتير جيالي، الناس قالت لي ارجوك قول لهم نبوس على ايديكم، بلدنا تستحق منكم افضل من كده، وانتوا عندكم الافضل وورتونا الافضل وابدعت كثيرا، لماذا هذا التكاسل؟ ازاي التصوير سيء ومهين؟ فارجوكم يا جماعه الاهلي والمقاولين عشان شكل الدوري، دي مشاهدات بالملايين، اهلي مقاولين، زمالك ومحله، اسماعيلي واتحاد، المصري واسوان، الفرق الشعبيه دي، كل الدوري دلوقتي بيتشاف. ارجوكم صالحونا في مباراه الاهلي والمقاولين الليله، واتمنى ما نعلقش على الاخراج، لان هنعمل فقره الليله بعد ماتش الاهلي، هنعمل فقره خاصه عن التصوير. شكرا جزيلا يا ابو حميد. شكرا جزيلا يا مصر، شكرا.